بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم على باب ربنا. وفي ليالي شهر رمضان الكريمة المباركة هندعو كلنا لأخونا الجميل أحمد رفعت، ربنا يا رب يشفيه شفاء تاما، اللهم اشفيه شفاء تاما، اللهم اشفيه شفاء تاما يا رب العالمين، اللهم أذهب عنه كل ألم وكل وجع وكل مرض يا رب العالمين، اللهم أرجعه لأمه وأبيه ولناديه ولكل محبيه سليما معافى يا رب العالمين، اللهم اشفيه شفاء تاما لا يغادر سقما يا رب العالمين. يا من قلت فيه شفاء للناس، اشف عبدك أحمد رفعت يا رب العالمين، اللهم اشفيه من كل مرض، اللهم اشفيه من كل ألم، اللهم اشفيه من كل وجع. بسم الله الشافي المعافي، بسم الله الشافي المعافي، اللهم اشف مرضانا ومرضى الناس أجمعين، اللهم اشفنا جميعا يا ربنا من جميع الأمراض الظاهرة والباطنة يا رب العالمين. اللهم بحق شهر رمضان وبحق أيام الرحمة وبحق أيام النفحات والبركات، اشف عبدك أحمد رفعت شفاء تاما لا يغادر سقما ولا وجعا ولا ألما ولا تعبا يا رب العالمين. بسم الله الشافي المعافي، بسم الله الشافي المعافي، بسم الله الشافي المعافي، اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين.